قال البيهقي في شعب الإيمان لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتراويح في أول الأمر قال هذا تأكيد لفضيلة صلاة التراويح جماعة. ومما يؤكد هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المستدرك للحاكم كان يحث عمر رضي الله عنه على إقامة هذه السنة حتى أقامها، بل إنه رضي الله عنه يعني علي بن أبي طالب كما في شعب الإيمان للبيهقي كان يأمر الناس بقيام شهر رمضان في زمنه ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال عرفجة الثقفي فكنت أنا إمام النساء.